أبي داود وغيره، ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. لكن الأفضل أن تكون سورة تكون غالبا في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك كما في الصحيحين. وقد روى النسائي عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: وكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف في الأخريين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بطول المفصل. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. قال في فتح الباري: أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره. وقال في البلوغ: أخرجه النسائي بإسناد صحيح. ورواه أحمد بلفظ: ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل. والمفصل سمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن سوره قصيرة فسمي مفصلا لذلك، وهو يبتدئ من سورة قاف إلى آخر الناس. طوال المفصل من قاف إلى عما يتساءلون، طوال وطوال وطوال. طوال صفة للرجل الطويل تقول هو طوال. طوال جمع طولا، طوال أي طول، تقول لا أكلمه طول الدهر، وكذلك طوال الدهر. فنفرق بين هذه الكلمات على حسب الضبط: طوال وطوال وطوال. الذي معنا هو جمع الطولة. طوال المفصل من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر سورة الناس. وسمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن سوره قصيرة. وهي سنة في ركعتي الصلاة الثنائية وفي الركعتين الأوليين من